طبعا اثناء العمل قد نتعرض احيانا لانه سقوط حجاره وما شابه ذلك، طبعا يوم القفازات نسينا، ولذلك ندعو كل من يعمل في هذا المكان ايضا يحرص على احضار القفازات فلا يتهاون بهذا الامر. فقط ذكرنا ان ما معنا في الكيس لما وصلنا احنا، فعاد قلنا ما نرجع مره اخرى نوفر الوقت، ولكن ندعو كل من يجهز مسارات ان يعمل قد لبس القفازات. وفقنا.